السلام عليكم متابعين الكرام. سنتطرق لربح بطاقات جوجلي مع طريقة حصرية ومضمونة، وإن لم تكن مشترك بالقناة من قبل فندعوك الاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. أتمنى يا فيديو لأزيد من 1000 لايك لأنه يستحق ذلك، والآن نترككم مع الفاصل التالي. إذا مباشرة أصدقائي نقوم بالتوجه إلى هذا التطبيق من أفضل تطبيقات لربح بطاقات جوجل بلاي، وتطبيق صادق وموثوق. طبعا بالنسبة لهذه الشركة قمت بالسحب عبرها من قبل في الكثير من المرات. طبعا يمكنكم التوجه إلى مدونة القناة الخاص بنا، مدونة مدرسة الأرباح، وكذلك منتدى قناة مدرسة الأرباح، ستجدون إثباتات سحب لشركة لاكي بوب ستار وشركة لاكي في البلاي ستور. إذا نقوم بالتوجه تطبيق، جميع الروابط تجدون أسفل التدوين أصدقائي، ونقوم بالدخول للتطبيق. هنا نقوم بالتوجه إلى هذه الخانة كما تشاهدون. طبعا صديقي هنا تقوم بإدخال هذا الكود صديقي لكي تظهر معك خانة السحب. تقوم بالتوجه إلى هذه الخانة، هنا تقوم بإدخال هذا الكود ثم تنقر على جيت. إذا ما كنتش أصدقائي ستظهر معك خانة السحب مباشرة بعد إدخال ذلك الكود، وبالتالي ستستطيع أن تسحب أرباحك فيما بعد عبر هذا التطبيق المميز. إذا كما تشاهدون أصدقائي هنالك طريقتين للاشتغال عبر التطبيق. الطريقة الأساسية للربح هي إما عن طريق هذه البطاقة للجوجل بلاي، أو كذلك عن طريق اللعب وتجميع الجوائر فيما بعد، وتقوم بالتوجه إلى خانة الريديم، هي أمامكم هنا صديقي. بعد الدخول إليها تقوم بتحويل تلك الجوائر الخاصة بك صديقي إلى يا إما رصيد باي بال أو بطاقة للجوجل بلاي. طبعا صديقي التطبيق صادق وموثوق 100%، والشركة صادقة وتعاملت معها من قبل. طبعا طريقة الاشتغال هنا صديقي يكون عليك أن نقرأ على سلايد تو شوت. قبل المرور إلى طريقة يعني الربح عبر التطبيق، هناك مشاهدون إثباتات سحب، هي أمامكم أصدقائي أشخاص يقومون بالسحب عبر هذا التطبيق، أنت كذلك يمكنك الاستفادة من التطبيق. طبعا ننقر على سلايد تو شوت، هي أمامكم أصدقائي. هنا أصدقائي كما تشاهدون هي الطريقة أمامكم، هكذا هي الطريقة. انظر معي أصدقائي، في كل مرة تقوم بعمل سلايد هكذا، تقوم ب يعني تقوم بالنقر على هذه الخانة. انظر معي أصدقائي، هكذا هي الطريقة، يعني طريقة سهلة جدا تستفيدون منها كثيرا أصدقائي الأعزاء، يعني طريقة بسيطة جدا كما تشاهدون هكذا. عندما تصل تلك يعني ذلك الخط، انظر معي عندما يصل هكذا تنقر. انظر معي صديقي سيقوم بالعودة وتنقر على شوت، يعني في كل مرة تكرر نفس تلك العملية. انظر معي أصدقائي وهكذا هي الطريقة. إذا كما تشاهدون أصدقائي طريقة بسيطة جدا وسهلة جدا، هنالك يعني الكثير منكم من يريد مثل هذه التطبيقات للربح، يعني كما تشاهدون تطبيق سهل جدا أصدقائي الأعزاء وطريقة سهلة جدا كذلك. هنا يمكنك طبعا صديقي تكرار نفس العملية في كل مرة. عندما تصل إلى ليفل معين صديقي تقوم بإكمال ذلك الليفل، تتحصل على يعني بعض الأرباح. هنا نعود كما تشاهدون أصدقائي، نقوم بالمرور إلى وتكرار نفس العملية. إذا كما تشاهدون أصدقائي تحصلنا على بطاقة ب$2 مباشرة بعد إكمال هذا الليفل. طبعا كما تشاهدون أصدقائي هكذا هي الطريقة، في كل مرة تكرر نفس تلك الطريقة، يعني كما تشاهدون طريقة سهلة جدا ومربحة 100% فقط صديقي. في كل مرة تقوم بالمرور إلى ليفل معين وتحصل أرباح كثيرة. إذا ممكن تشاهدون أصدقائي الطريقة الأساسية للاشتغال هي عن طريق عمل شوت أو سلايد تو شوت. طبعا في كل ليفل تقوم بالوصول إليه ستتحصل هنا على دولارات. كمثال هنا عندما تقوم بإكمال الليفل الثالث ستتحصل على دولارات يتم إضافتها مباشرة في البطاقة الخاصة بك. كل ليفل تقوم بإكماله تتحصل على $2 يتم إضافتها في بطاقة الجوجل بلاي الخاصة بك. إذا كما تشاهدون طريقة الاشتغال الأساسية سهلة جدا، وكما تشاهدون أصدقائي يعني أنا في الليفل الأول، في كل مرة عليا بإتمام نفس الطريقة. كما تشاهدون هنا تقوم بعمل شوت أصدقائي العزاء وتكرر نفس العملية، هي أمامكم طريقة بسيطة جدا. طبعا يمكنكم إكمالها جميعا، نقوم بمشاهدة الطريقة، يعني بسيطة جدا انظر معي، يعني يمكنكم الاستفادة منها كثيرا، يعني من أفضل تطبيقات لربح بطاقات جوجل بلاي. كما تشاهدون الناس يعطيك 100 جوهرة، ننقر على ستار. إذا ممكن تشاهدون أصدقائي بعد النقر على ستار تم إضافة المجوهرات في الحساب الخاص بنا، هي أمامكم. إذا كما تشاهدون طريقة الاشتغال سهلة جدا عن طريق هذا التطبيق المميز، إما أن تربح عن طريق هذه البطاقة أو أن يتم إضافة الجواهر يعني في الحساب الخاص بك كما تشاهدون أصدقائي عن طريق اللعب في كل مرة. طبعا هذه هي طريقة الاشتغال سهلة جدا، هي أمامكم. هنا يمكنك تجميع هذه يعني الكوينز، ما جينا تنقر على كوليكت، في كل مرة يتم إضافة هذه الكوينز في الحساب الخاص بك. طبعا في كل مرة تقوم بالمرور إلى ليفل معين تتحصل على
نسبة معينة من الدولارات يتم إضافتها في بطاقة خاصة بك. طبعا كما شفنا أصدقائي بالنسبة للخانة الأخرى هي خانة الانفيتيشن، ويمكنك الاستفادة من رابط الحالة. كل شخص تقوم بإيجاد به إلى التطبيق ويقوم بوضع الكود الخاص بك هذا هو صديقي، تتحصل على 800 كونز يتم إضافتها في حسابك مباشرة وكذي طريقة. هنا طبعا صديقي إذا نقرت على الجانز ويمكنك التطوير في هذه المسدسات كما تشاهدون أصدقائي لكي تحصل أرباح كثيرة جدا عن طريق التطبيق كما تشاهدون، وكذلك في السكين كمثال. هنا تقوم بنقر على هذه الخانة كما تشاهدون وتقوم بالحصول على سكين جديد صديق العزيز، يعني تطبيق سهل جدا وطريقة مربحة 100%. يعني هكذا هي طريقة، وهذا كل مفهوم أصدقائي كما تشاهدون. التطبيق سهل جدا ويعني يستفيد منها الكثير من الأشخاص. بالنسبة لسحب الأرباح كل ما عليك التوجه إلى خانة الريديم. هنا تقوم بالدخول إلى الريديم، هنا تقوم باختيار بطاقة الجوجل بلاي الخاصة بك أو رصيد الباي بال. هنا إذا كنت تحصلت طبعا على الجواهر تقوم بالتوجه لهذه الخانة، هنا تقوم بوضع الإيميل الخاص بك في الباي بال كمثال صديقي، وتقوم بإدخال يعني الهاتف الخاص بك وتنقر على ريديم ويتم يعني إرسال بطاقة الخاص بك. إذا أردت الحصول على بطاقة جوجل باي كل ما عليك تكرر نفس العملية، تقوم باختيار يعني البطاقة وتقوم بسحبها ويتم إرسالها مباشرة عن طريق يعني الإيميل أو عن طريق رقم الهاتف الخاص بك. إذا بشكل أصدقائي هذه وجهة التطبيق، أتمنى أن يعجبكم وأتمنى أن تبخل علينا بضغطة لايك، ولنترككم في ذمة الله وإلى اللقاء في فيديو جديدة من مدرسة الأرباح.